السلام عليكم طلاب ليفل 1، معانا محاضرة النهاردة بعنوان Communication Skills for Medical Students. Verbal and Non-Verbal Methods دي من الأنواع من Communication عشان نفهم بعضينا، يعني احنا عشان نتواصل مع الآخر سواء Patient أو سواء أي شخص في Medical Field أو أي شخص في حياتنا، في طريقتين للتعبير، طريقة Verbal وطريقة Non-Verbal. وطبعا ده اساسيات لازم نتعلمها لانها دي كورنستون او اساسيات للتريننج فور كوميونيكيشن سكيل. المسج اللي اقدر اوصلها للقصادي ممكن عن طريق words او signs او facial expression او body language او voice tone او gestures. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان اوصل للعيان مسج ممكن يكون عن طريق ان انا بتكلم، طريق expression وشي سواء مكشرة او فرحانة او مستغربة او منبهرة. body language، body language ليها دي من اللغات اللي ليها علم body language، وازاي body language ان وانا قاعدة زي مثالا يعني قاعدة فاتحة ايدي غير وانا قافلة ايدي، غير وانا متوترة فضم ايدي جامد او ضم رجلي جامد. كل دي بتدينا انطباع عن الشخص اللي قصادنا. voice tone، هل هو هادي firm عالي متعصب غضبان زعلان، كل ده من المسج اللي بنقدر نفهم بيها الشخص اللي قصادنا. effective skills in communication are vital for delivery of quality healthcare service. لازم عشان اوصل maximum quality of healthcare service لازم اكون عندي effective skill in communication، ودي حاجة مهمة جدا. طيب، this is because through communication healthcare profession can form and sustain therapeutic relation with their patients and create conducting working environment. طبعا عشان يكون عندي relation كويسة بالمريض، therapeutic relation بالمريض علاجية، أو إن أنا أكريate علاقة بالwork team اللي حواليا، لازم أكون أتمتع ب good communication skills، ودي اللي المفروض كلنا نتعلمها as healthcare professionals. ال communication skill مهمة جدا to create common understanding and achieve it. طبعا ده مطلوب جدا لل healthcare profession ان هو دايما يكون في understanding للناس اللي حوالينا و achieving maximum healthcare service. طبعا عن طريق حاجات كتير، اولا ان احنا بنشرح التريتمنت للعيان، نشرح الحاجات التريتمنت السوفيستيكيتد المعقدة للمريض او لاهل المريض. كمان نقدم المشورة للمرضى اللي هم عندهم مشكلة منتلي. كمان بيقلل الأخبار السيئة، لأن أنا بنوصل حقيقة المرض للشخص اللي قصادي بصورة علمية. كمان الكونفرسيشن دي دايما بتبقى خوف من أي طالب بيدرس في الطب، أي طالب بيدرس بيبقى عنده رهبة وانكزايتي وفير ان هو يبتدي يطبق الطب على اشخاص مختلفه، او نبتدي عامل فيس تو فيس مع المريض. ودي مهمه جدا ان احنا نحسنها من ميديكال ستودنت، بان احنا دايما نديهم ابلكيشن للديفرنت اديوكيشن استراتيجيز وطرق مختلفه بان هم ازاي يطبقوا التريتمنت على العيان وازاي يكسروا الرهبه دي بينهم وبين العيان. مهم جدا كمان نبقى فاهمين ان احنا مع الكوميونيكيشن سكيل بنحسن السيرفيس اللي بتوصل للمريض، كمان بنحسن الدليفري بتاع الهيلث كير. الاستيميوليشن ده مهم جدا ان احنا دايما نعمل هايلايتنج على الرول اوف كوميونيكيشن سكيل للميديكال ستودنت، ودايما نحاول نطور من التقنيات ازاي نتعامل مع المرضى ونعلمها للطلبه. مهم جدا ان احنا نبتدي نطبق الاكسبيرينس الحقيقيه، الريل لايف اكسبيرينس، مش على الورق، بان احنا نخليهم دايما يتعاملوا مع المرضى بالديفرنت ونعلمهم تيتشنج الديفرنت استراتيجي المختلفه عشان نوصل للماكسيمم افكت بتاع الايه الكوميونيكيشن سكيل وازاي الطالب يقدر يطبقه. طبعا في عصر التعليم القائم على الإديوكيشن، دايما كل الخارجين لازم يكونوا عندهم القدرة على المهارات وسكيلز عالية والتيتيود للتعامل مع المرضى، ودي حاجة مهمة جدا، ودي حاجة بنركز عليها. احنا عندنا كذا كورس الكوميونيكيشن سكيلز، وكمان لازم يبقى عندنا كوجنيتيف سكيلز عالية للتعامل مع مختلف المرضى.
طبعا بعد سنة تانية ان شاء الله، في سنة تالتة بعد سنة تانية هتبتدوا تنزلوا كلينيكال المستشفيات وتطبقوا الحاجات الكوميونيكيشن سكيل والحاجات اللي انتوا درستوها سواء اناتومي سواء الحاجات الكلينيكال على المرضى. وطبعا في وسيله للاسسمنت اسمها اوبجكتيف ستراكتشر كلينيكال اكزامينيشن اللي هو باختصار الاو اس سي اي. ده ابروتش كده، ده بيكون ده مدروس عالميا وسهل استخدامه وموثوق وصالح ان احنا نبقى نستخدمه في ايه، في الكوميونيكيشن سكيلز، ونبتدي نقيس عليه. احنا بنعمل لك بيه اسسمنت لقدرتك على الكوميونيكيشن. طبعا بنبتدي نإكزامن الطلبه بالاو اس سي اي، وهو بيعمل ديفرنت، وهو بيفورم ديفرنت تاسكس زي ان هو يعمل تيست العيان او اكزامن العيان او ياخد هيستوري من العيان، او حتى بنعمل له فيزيكال اديوكيشن، فيزيكال اكزامينيشن او فيزيكال اديوكيشن للبيشنت، او ان احنا نبتدي نعلم البيشنت اي تريتمنت ونبتدي نأسس الطلب عشان نتأكد تماما ان هو عنده كوميونيكيشن سكيلز عالية. دي مهمة جدا في التعامل في سوق العمل، مهم جدا في اي مؤسسه بتقدم هيلث كير يكون عندها تريند انديفيدوالز يقدروا ان هم ياسس الناس اللي موجوده عندهم بالاو اس سي اي فورمات، بحيث ان احنا ناكزامن الكل اللي بيقدموا الهيلث كير سواء ستيودنتس او دكتور، بان احنا نعمل لهم اكزامينشن ديورينج بيرفورمانس اوف هيستوري تيكينج او الفيزيكال اكزامينشن زي ما احنا قلنا، او ديورينج الفيزيكال اديوكيشن للبيشنت. طبعا الكوميونيكيشن دي حاجه مهمه جدا لانها بتحسن العلاقه بين المريض وبين الطبيب، بالتالي بنقدر نستابليش جود ثيرابيوتيك ريليشن ما بينهم، وبنوصل للماكسيمم هيلث كير سيرفيس للبيشنت، وكمان دايما بيخلي فيه هيومانيتي بين البيشنت وبين انسانيات بين البيشنت وبين اللي بيقدم له الهيلث كير سيرفيس سواء اذا كان دكتور او نيرس او اي عضو في المؤسسه الصحيه. Good. What is the good communication? Good communication هو عبارة ان احنا recognize the individuality of the patient. دي اهم حاجة، ان احنا دايما recognize خصوصية المريض، لازم يكون نتعرف على خصوصية المريض ونفهمها كويس، ودي دايما بتكون the first step عشان نوفر رعاية صحية شاملة او كاملة للمريض. مهم جدا اكتشاف وفهم، ان احنا نبقى فاهمين جدا ومكتشفين الـ extraordinary range of the cultural expectation للpatient والـ healthcare profession، ان احنا دايما نكون عندنا اهمية ان احنا نكتشف ونفهم التوقعات المريض عن علاجه وتوقعاته عن مرضه وتوقعات الـ health professional الموجودين في المؤسسة الصحية الحديثة. مهم جدا قبل اي treatment يكون عندنا valid patient consent، ان المريض يكون موافق على علاجه ومقر بالعلاج وفاهم العلاج وفاهم الـ side effect بتاع العلاج وفاهم ايه العلاج اللي هو بياخده وايه العلاج البديل اللي هو كان ممكن ياخده، وهو احنا اخترنا ده ليه وما اخترناش ده ليه. البور كوميونيكيشن، بور كوميونيكيشن من احدى الاسباب الكبيره جدا، السبب دايما في الشكاوى ضد الاطباء وضد الهيلث كير سيرفيسز. دايما بيكون الشكاوى نتيجه الباد كوميونيكيشن between the patient and the doctor او الاذر هيلث كير بروفيشنز. طبعا في بعض الجروب زي الناس الالدرلي الكبار في السن، الاطفال، البيبول اللي عندهم learning disabilities يعني عندهم مشكلة في الاي كيو او في الفهم، او مشكلة عندهم في اللانجوج اللي بيتكلموها غير اللانجوج اللي الدكتور بيتكلمها، او عندهم مشكلة في السمع. كل الناس دي بتفهم معلومات اقل، يعني انا مش بقدر اوصل لها المعلومات بصورة كافية، فبالتالي في دايما خطأ في اتخاذ القرار، يعني هم مبقاش فاهم ابعاد المرض، ابعاد العلاج، مخاطر العلاج، امتى العلاج هياخد وقت قد ايه، او امتى العيان ده هيبتدي يتحسن. كل ده مبقاش عنده معلومات كافية، فبالتالي قراره انه ياخد قرار معايا او ان هو يبقى فاهم الديسيجن بيبقى فيه مشكلة فيه. طبعا في الحالات دي لازم الدكتور ما يفترضش، ما يحطش assumption
على احتياجات المريض او قدراته، لان هو المريض اصلا مش متواصل معاه، فبالتالي كل ده بيعمل اساس من غير الصحة حول الرغبات بتاعت البيشنت او احتياجاته او قدراته، اللي هي طبعا ما بتقدرش تاخد قرار في الثيرابيوتيك تريتمنت بتاعها او الثيرابيوتيك الهيلث كير اللي هنقدمه لها as profession health care. من اسباب البور براكتس مع الالدرلي بيشنت ان احنا نبتدي نتكلم معاهم، ودي بتاع نقطه شائعه جدا بيخطئ فيها الكثير من الهيلث كير بروفيشنالز، ان هم يبتدوا يتعاملوا معاهم باسلوب التيكينج داون. التيكينج داون او الالدر سبيك، ايه الالدر سبيك ده؟ ان انا ابتدي اتكلم معاهم دايما بصوت واطي وطريقه كلام هاديه، وبستخدم الفاظ سهله كاني بكلم بيبي، يعني بالظبط كده بيسميها بيبي توك. انا ابتدي اتكلم معاه بطريقه خد بالك، بتكلم معاه بطول هادي، كلمات نمطيه سهله صغيره. نستخدم في ناس بيقعدوا ينغموا في الكلام ويستخدموا المفردات المتكرره البسيطه جدا والمصطلحات الصغيره والمصطلحات السهله عشان اسهل للشخص اللي قدامي اللي هو الالدرلي بيشنت او الشخص اللي هو المسن الكبير في السن يفهمها افضل. الموضوع ده اتس فيري باد، الطريقه دي بتقلب عكسي مع الناس الكبيره لانهم مش صغيرين، او احنا بنتخيل ان هم كوجنيتيف او عقليا ان هم مش فاهميني، لا هم فاهميني. ده الطريقه دي في المعامله معاهم بتخليهم عندهم سيلف استيم، عدم ثقه في نفسهم، وبيجيب لهم ديبريشن، اكتئاب، وويذدرول فروم سوشيال انتر اكشن، يبتدي ينسحب من التفاعل في المجتمع او يبتدي ينعزل لوحده. وطبعا دي مهمة جدا ان احنا ما نعملهاش، وناخد بالنا قوي ان احنا ما نتعاملش كده مع الالدرلي بيشنت، والسلوك ده مش بيتوافق معاهم ابدا، اللي هو الصورة النمطية اللي احنا بنتعامل بيها مع الالدرلي بيشنت. القصة دي لازم نمنعها تماما او ناخد بالنا منها. That contributes to good communication. عشان يكون في good communication لازم يكون في اتجاهين. أول اتجاه إن احنا نتأكد إن في exchange to the relevant information، دايما في تبادل في المعلومات بين ال patient وبين الدكتور، دايما الدكتور بيقول له إيه ال treatment بتاعه، إيه حالته، ال prognosis بتاع حالته هيتحسن في خلال قد إيه، ايه الموداليتيز اللي هنتعالج بيها، ايه اللي ممكن نستخدمه، ايه اللي ممكن ما نستخدموش، وايه الايفكت بتاع كل موداليتي، وايه السايد ايفكت ليها. كمان لازم المريض يدي للدكتور معلومات عن حالته، ايه توقعاته عن العلاج، ايه اللي هو يفضل ان احنا نوصل له من العلاج. هل هو عايز مثلا عيان عنده مشكله في الشولدر، هو عايز هو يخف بس يقدر يعمل الرينج كامل او يحرك دراعه في المدى الكامل، ولا هو عايز ينزل يلعب باسكت ماتش باسكت، او هو عايز ايه بالظبط. فلازم اكون يكون في exchange to the relevant information. كمان لازم يكون في development of the positive therapeutic relation، دي نقطة مهمة جدا، ولازم نعرف يعني ايه نطور ال positive therapeutic relations between the doctor and patient. الدكتور لازم يسمع المريض كويس جدا، يحترم وجهة نظره، وكمان يشوف ايه اهم الحاجات اللي هو بيفضلها في علاجه والحاجات اللي ما بيفضلهاش، وايه اهتماماته. دي نقط مهمة جدا، لازم كمان نتأكد انه فاهم المعلومات كاملة وعارف حالته كاملة وعارف هيخف امتى وعارف التريتمنت اوبشن، عشان لما يوافق على العلاج يبقى متأكد تماما من المعلومات، والمعلومات كلها صحيحة واصلة له بصورة صح. كمان مهم جدا ان البيشنت يبتدي يوافق على التريتمنت بتاعه، لازم ياخد منه informed consent، موافقة بان هو موافق على علاج. مهم جدا ان احنا نبقى honest، دايما honest مع البيشنت، ودايما صراحة مع البيشنت، وبنقول له هيتحسن بنسبة قد ايه وهيتحسن ازاي، والبروجنوزس اوف ذير كير. مهم جدا ان انا اتاكد ان كمان ان التيم نفسه في بينه وبين بعض كوميونيكيشن، ونفس المعلومات اللي هم اللي كل التيم بيقولها بتوصل للمريض، عشان نقدر نوصله للماكسيمم بروفايد ذير كير، ماكسيمم افكت للكير بتاعه. اتكلمنا في السلايد استكمالا للسلايد اللي فاتت، مهم جدا ان احنا نبقى زي ما انا قلت لكم ان احنا نبقى سبورت البيشنت، ودايما بعمل بروتكت بروموشن لصحتهم على اللونج تيرم، بان انا افهمهم ابروفايد
والبيشنت بالاول انفورميشن مهمه، ودايما اعرفه ايه هو الستبس اللي انا بعملها، ولازم اخد منه الموافقه ولازم يشاركني القرار. بس قبل ما يشاركني القرار يبقى عنده المعلومات الكافيه عن مرضه وطريقه علاجه. مهم جدا ان احنا نعمل ادفايس للبيشنت دايما، ونعمل له اكتف ديسيشن ميكنج، ان هو ياخد القرار معايا، لان ده بيحسن جدا من الاوتكم اللي هقدر اخده من التريتمنت. ودايما اعزز المريض بكل الانفورميشن اللي يحتاجها، ولو في اي معلومات مش مرحب بيها unwelcome information او news لازم اقولها، اكون صادقه اولا في الحاجات الاخبار اللي مش حلوه اللي هقولها له. ثانيا لازم اسبورت، يعني حتى لو هقول له ان مثلا العلاج مش هيجيب نتيجه 100%، بس هقول له هتبقى كويس، هتقدر تعمل daily activities بتاعتك يعني. وانا بقول له الخبر اللي مش حلو لازم اديله in supportive manner، ودايما اكون صادقه مع المريض. Basically the requirement to provide the patient with sufficient information، مهم جدا ان احنا زي ما انا قلت لكم ان احنا نزود المريض بمعلومات كافيه عشان يقدر ياخد الديسيجن المظبوط. في بعض البيشنت ما بيرضوش ياخدوا ديسيجن ليهم واضح، وكانهم بيتنازلوا طوعيه عن استقلاليتهم او الاوتونومي بتاعهم، يعني بيقول لك خد القرار المناسب. بس خلي بالك ان البيشنت دول مع الوقت بيبقى عندهم دايما مخاوف انك انت تكون ما طبقتش البروتوكول مظبوط، او دايما بيبقى عندهم شك من ناحيه تطبيق البروتوكول بشكل غير قانوني، واذا كان الاطباء نفسهم بيتصرفون بشيء بشكل غير قانوني، ودايما ده بيعمل مشاكل فيما بعد مع المريض، وممكن يؤدي ان هو يقاضي المريض او ان هو يعمل فيه يقاضي الطبيب او يعمل فيه شكوى. فلازم نتأكد ان المريض مزود بالمعلومات الكافية، وكمان عنده الاوتونومي الواضح وعنده الاستقلالية الكافية انه ياخد قرار واضح، ما يرميش القرار عليك وبعد كده يرجع يعمل مشكلة او يشتكيك او يشك ان انت ما طبقتش البروتوكول بشكل مظبوط. لو المريض مش راضي يتلقى او يريسيف اي انفورميشن عن حالته، ما نجبرهمش ان هو يسمع الانفورميشن، بس لازم توضح له وتفهمه اهميه جدا الموافقه بتاعته. مهم جدا ان هو لازم يبقى عارف الحقائق الاساسيه حوالين التريتمنت المقترح ليه، يعني انت تفهمه انك لازم تسمع عشان مصلحتك، لكن ما نجبرهوش. نحاول نوصل له المعلومه ونفهمه اهميه ده، أهمية إنه يوافق ويبقى عارف التريتمنت بتاعه. كمان مهم جدا إن احنا نشجع المريض دايما، نكرج على إن هو يسيب الانفورميشن عشان يحسن من الهيلث بتاعه، وبالتالي بنقلل كمان إن هو بنقلل المشاكل اللي ممكن تحصل بين الطبيب وبين المريض، أو بين الهيلث كير بروفيشنالز والمريض. كمان مهم جدا إن احنا نقدر نعمل assessment للريسكس، يبقى فاهم المخاطر وإيه أهمية العلاج اللي هو بياخده أو الكورس أوف تريتمنت اللي هو بياخده. اللي فاتت إن عشان يكون عندنا interpersonal skill communication لازم يكون في exchange of the information between the patient with their families with healthcare professionals. لازم كمان يكونوا قادرين على الكوميونيكيشن effectively معاهم، ويكون دايما على نطاق واسع من socio-economic and culture background of the patients and their families. دايما على حسب المستوى الثقافي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للشخص، يعني how to communicate مع ال different types of personality of the patient. لازم اعرف اتعامل مع كل طبقات المجتمع، من المرضى من كل طبقات المجتمع. كمان لازم اكون اكومونيكيت كويس جدا مع الفيزيشنز ومع الهيلث كير بروفيشنز وزمايلي في المهنه ومع كل الهيلث ريليتد ايجنتس. كمان لازم نشتغل لازم work as a member of or leader of the healthcare team. لازم اعرف اشتغل في تيم، سواء اكون leader لي او اكون one member of them. رابع حاجة لازم يكون كمان act as a consultative، لازم يكون act as استشاري، اكون اشتغل زي استشاري، ودايما يكون عندي الانفورميشن اللي هفيد بيها الفيزيشنز كل اللي شغالين معايا في الهيلث كير وكل الناس اللي ريليتد تو ذا ايجنتس اللي انا شغاله فيها. كمان لازم يكون
لازم يكون بيشتغل as a team ويقدر يشتغل as a team ويكون في تعاون بينهم عشان يزود ال information ويزود ال maximum health care service اللي بنقدمها للعين. ولازم يكون نقدر نحتفظ بالسجلات الشاملة للمريض وكل الميديكال ريبورت في أي وقت نقدر نجيبها ونقراها تاني، وتكون سهلة إن احنا نجيبها ونقراها تاني في الوقت اللي احنا عايزينه إن أمكن. شكرا جزيلا لكم، ونتقابل في محاضرة تانية إن شاء الله. شكرا لكم.